معين خلاص خلوها. لا لا في لا ما نبي ما نبي نقلب الجلسة أصحاب سعادة، الوقت تأخر وخلنا نصير جادين. أنت الحين سعادتنا محمد مو كل مرة تداخل، أنت إذا أنت ما عليه أنت لا لا هاي أنت الحين أنت أنت موافق أنت موافق تفضل. لا تحجرون على رأينا يا أبو سلمان، ما يصير ما احنا يا سنة ننقد صوت الشعب. زين شرط تطلع من الموضوع؟ طلعت ما طلعت، انا دام ادافع عن الشعب احنا في بيت الشعب. ارجوك ابو سلمان هذه عندك موضوع محدد تفضل. عندي موضوع محدد، احنا عندنا 83 حضانه و156 روضه. زين فيها شنو؟ زين هو كمل. اي بكمل. ايه؟ لا لا يا اخي اسلوب استفزازي. عدد الأطفال عندنا في الروضات 35,779 طفل في 2021. 2022 عندنا 207,000 طفل. يعني الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص نعرفه 300 دينار. إيش معنى هالفئة اللي مساكين يطلعون من الصبح يتأذون بالأطفال غير دراستهم وحنتهم وصراخهم وصخهم كرمكم الله يأخذون 120 دينار. هذه اللي صار لها 4-5 سنوات تأخذ 120 يبتدون 80 دينار. هذه فئة منسية. عندي حالات أنا قاعدين يدرسون في الروضات لأن ما عندهم شغل ثاني وعندهم شهادات جامعية. 120 دينار عليهم أقساط، ونفس ما ذكرت الأخت زينب 3 شهور الصيف ما يوقفوا راتبهم، وكلهم يشتغلون بعقود، يعني تشتغل سنه سنتين تاخذ له سياره، اقساط عقد سنتين يفنشونه وتوهق وتشفى المحاكم. ف خلاصه الكلام خلنا نتفت حق المواطنين. احنا ياسين نمثل الشعب يا ابو سلمان، وانت مثلنا اللي وصلنا بعد الله سبحانه وتعالى الشعب. لازم نوقف مع الشعب بجميع فئاته، وعلى الحكومة توقف معانا. احنا في النهاية كلنا في مركب واحد ونشتغل حق الشعب. طيب جزاك الله خير. شكرا شكرا سعادة نائب الموافقون.